احنا في القضايا الاعتقادية المعقدة يجب أن نرجع إلى أهل البيت، المسلمون يجب أن يرجعوا إلى أهل البيت، الآن القضايا العقائدية مو محلولة. العالم دا يتخبط في القضية الاعتقادية. قضية الجبر والاختيار إلى الآن مو محلولة عند المسلمين. قضية القضاء والقدر إلى الآن مو محلولة عند المسلمين. قضيه الاسماء والصفات الى الان مو محلوله عند المسلمين وحلها عند اهل البيت اين مرجعيه اهل البيت في الفروع الفقهيه يجب ان نلاحظ ماذا قال اهل البيت هذا النموذج من النماذج الفقهية في التفسير الكبير، في هذه الطبعة صفحة 180، اكو هنالك قضية فقهية الآن هي محل الاختلاف بين المسلمين من 1400 عام إلى هذا اليوم وهي قضية الجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم الفخر الرازي وهو من علماء العامة يطرح هذه القضية في خلال أكثر من صفحتين ويقول هنالك اقوال متعدده في هذه القضيه، واحدى الكتب اللطيفه اذا تراجعونها كتاب مسائل فقهيه لشرف الدين رحمه الله عليه، طارح المسائل الفقهيه الخلافيه بين مذهب اهل البيت وبقيه المذاهب. علي بن ابي طالب يقف يقف في جهه. علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يقف في جهه عندما كان يبدأ كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بها وفي مقابل ذلك انس يروي روايه يقول صليت خلف رسول الله وخلف الاول والثاني والثالث وكانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين، بسم الله ما كانوا يقرؤون. علي بن ابي طالب وين صار؟ هذه النقطة توقف الفخر الرازي، يقول ليش ما جاب اسم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب؟ أنس عاش مع أمير المؤمنين، شاهد أمير المؤمنين، وين اسم أمير المؤمنين؟ وين موقف أمير المؤمنين لاحظوا الروايات مجموعة من الروايات حتى إلغاء لإسم أمير المؤمنين في رواياته يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وهو يتكئ على ابن عباس ورجل آخر من هذا الرجل الآخر ابحث في بقيه الروايات اجمعها خليها بعضها مع البعض الاخر واذا به تشوف الرجل الاخر علي بن ابي طالب حتى اسمه لازم يحذف. بعدين الفخر الرازي يقول عن انا ست روايات موجوده متناقضه. الروايه الاولى يقول صليت خلف رسول الله وخلف الاول والثاني والثالث فكانوا يستفتحون الصلاه ب الحمد لله رب العالمين، بسم الله ما كانوا يقولون. الروايه الثانيه عن انس ايضا يقول انهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. مقاربه في المضمون للروايه الاولى. الرواية الثالثة شوية يتورع أكثر أناس يقول لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم يمكن كانوا يقولون بس أنا ما سمعت ما أتحمل المسؤولية الرواية الرابعة هو يرويها أنس يقول إن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم أنكر عليه المهاجرون والأنصار ليش أنكروا؟ إذا ترك بسم الله يقولون الكذاب ما إله ذاكرة إذا ترك بسم الله سيرة النبي والأول والثاني والثالث فلماذا انكر المهاجرون والانصار على معاويه؟ معاويه اجى الى المدينه، بدا الصلاه بامامه الجماعه، قال الله اكبر الحمد لله رب العالمين. فلما كمل انكر عليه المهاجرون والانصار وقالوا له يا معاويه انسيت ام سرقت من الصلاه؟ هاي الروايه الرابعه يرويها انس. الروايه الخامسه انس يقول ان رسول الله والاول والثاني كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الروايه السادسه سئل انس خادم النبي صلى الله عليه واله عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا ادري هذه المساله. الفخر الرازي إلى تعليق لطيف يقول فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والإضطراب مو معلوم أنس شنو دا يقول ستة أشكال دا يتكلم فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل أنس خلي على جانب وايضا هاي الالتفاتة اللطيفة مهمة في رواياتنا هاي الالتفاتة موجودة ففيها تهمة اخرى يعني انس متهم في رواياته وهي ان عليا كان يبالغ في الجهر بالتسميه كان مقيد بذلك فلما وصلت الدوله الى بني اميه بني اميه ضد الهاشمي بني أمية ضد نفس النبي حاربوا النبي ما دام السيف كان بأيديهم عندما سقط السيف من أيديهم ما قدروا منطق معاوية لا والله إلا دفنا دفنا منطق أبو أبو سفيان فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار منطق ابن ابن معاوية يزيد ابن معاوية لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل بني أمية مو فقط كانوا ضد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ضد نفس النبي بالمقدار اللي كانوا ما كانوا يقدرون حاربوا علي احقادهم ضد الهاشميين وجهوها وافرغوها ضد امير المؤمنين اي شيء كان يقوم به امير المؤمنين ولو كان هو الحق الصريح غيره احنا لازم نفكر هذا الفقه اللي عندنا فقه منه فقه معاويه فقه بني أمية أو فقه رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار علي فلعل أنسا خاف منهم هالشكل المتناقض ذا يحشي خوب السيف على رأسه يخاف من بني امية فلهذا السبب اضطربت اقواله فيه ونحن وان شككنا في شيء فإنا لا نشك، هذا كلام هواي مهم يقوله الفخر الرازي فإنا لا نشك انه مهما وقع التعارض بين قول انس وقول ابن المغفل في قبال علي بن أبي طالب أنس يوقف وعبد الله بن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره فإن الأخذ بقول علي أولى فهذا جواب قاطع في المسألة بعدين في نهاية البحث راجعوا البحث بحث لطيف يقول: إن الدلائل العقلية موافقة لنا، وعمل علي بن أبي طالب معنا، ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه. احنا عندنا سؤال من الفخر الرازي فقط في هذه القضيه لو في كل القضايا الفخر الرازي في تفسيره وفي كتبه يتخبط اي ما تخبط في المسائل الاعتقاديه قضايا معقده مره قلت الكون كله غامض واغمض ما في الكون القضية الاعتقادية او العقدية اغمض ما في الكون لماذا لا تاخذ دينك من علي بن ابي طالب في تلك المسائل؟ المسلمون ايضا هذا السؤال مطروح عليهم جميعا لماذا لا تاخذون دينكم من علي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار